طيب نبتدي في البداية كده نعرف السادة المشاهدين على هذه المبادرة وحصيلة هذه المبادرة على مدار 5 سنوات. طيب هو ببساطة شديدة جدا مبادرة قدوة تك هي مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات. احنا طبعا التمكين عندنا مش بس تمكين تكنولوجي، تمكين اقتصادي واجتماعي وطبعا تكنولوجي. طبعا ده بيهدف لان احنا نخلق مجتمعات انتاجية بتعتمد على كوادر كويسة قوي مؤهلة ومتمكنة رقميا بشكل قوي. احنا طبعا بدأنا من زي ما انت قلت يا محمد من حوالي 5 سنين. بدأنا الحقيقة كان لسه قبل كورونا يعني 2019 وبعدين دخل علينا كورونا ولسه كنت بسمع التقرير قبل ما نبدأ على طول. ما بقناش بنقلق من اي متحورات ولا غيره الحمد لله، لان القطاع يمكن قطاع التكنولوجيا المعلومات الوحيد الحمد لله اللي بيقدر يشتغل في اي جائحه. يعني بالعكس ده يمكن ده شهد تطور خلال الفتره دي اكتر. كان احنا يمكن احنا كان كورونا بالنسبه لنا كان ليها اثر ايجابي، خلى كل المجتمع المصري يبقى فاميليير قوي مع التكنولوجي، وكل الناس دخلت مره واحده على الانترنت، كل الناس درست على الانترنت واشتغلت مع الانترنت. صحيح. فالجاب والخوف اللي كان عند الناس في فئات معينه لا يعني راح تماما، وبقت الناس كلها واخده على انها تشتغل اونلاين على كل المستويات يعني. وكان الدافع ليكم كمان انتوا تزودوا الخدمات اللي بتقدموها. هو الحقيقه ما كانش دافع، ده كان ادانا قوه رهيبه. يعني احنا اذا كنا بننزل في المحافظات بنفسنا نعمل التدريب مباشر، يعني ننزل مثلا في محافظه اسوان وكنا بننزل محافظات بعيده ومهمشه. لما اشتغلنا بالتكنولوجي وقلبنا التدريبات بتاعتنا كلها اونلاين كان في عز الجائحه الناس كلها ما بتخرجش لكن احنا كلنا شغالين، فالحمد لله يعني كانت نتيجه كويسه. ومعانا المجموعات اللي هي بدأ من 2020 لغايه دلوقتي ممتنه لينا انها مستمره معانا وانها اتعلمت كويس قوي في فتره، لان هو ده كمان الرائد دلوقتي يعني الاي كوميرس او الاقتصاد الرقمي دلوقتي هو يمكن هو اللي موجود في العالم كله حتى بعد تراجع جائحه كورونا. طيب استاذه نجلاء، يعني حضرتك بتقولي انه بالفعل نزلتوا في الميدان يعني وعلمتوا الناس والسيدات تحديدا، خلينا نعرف الساده المشاهدين ايه اللي بيحصل يعني من اول اشتراك اي سيده في مبادره قدوتك، ايه اللي بيحصل؟ هل هي لازم تكون داخله بفكره؟ هل بيتم تدريبها وتاهيلها انها تقدر تختار مشروعها تبتدي مشروعها؟ ايه اللي بيحصل؟ طيب نبدا بقى من الاول خالص. احنا طبعا انت عارفه تمكين المراه المصريه يعني حاجه كبيره قوي وعظيمه يعني، فاحنا كنا لازم ناخدها نقطع الكونسبت ده او يعني ونهتم بفئات محددة عشان نقدر نعمل أثر إيجابي في هذه الفئة. فلما بدأنا الحقيقة كان طبعا إحنا مبادرة قدوة تك هي أحد مبادرات وزارة الاتصالات وبتنفذها الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، هي الإدارة المنوطة بتفعيل المشروعات في المجتمع إنديبس يعني. فلما كنا بننزل زمان كنا بنلاقي إن البنات مثلا في محافظات بعيدة عندها مهارات يدوية وعندها بتطلع منتجات رائعة وما بتعرفش تسوق. فمن هنا قلنا ان احنا ناخد اول فئه في قدوه تك صاحبات الحرف اليدويه. طبعا صاحبات الحرف اليدويه جهات كتير ومؤسسات كتير قوي بتتعامل معاها وبتدعمها، لكن احنا في وزاره الاتصالات بنهتم بالجانب التكنولوجي. يمكن الجانب التكنولوجي في الفتره الاخيره هو بيدي دعم كبير جدا لفئات كتير في المجتمع للمراه المصريه وبالذات الحرفيه في الوقت ده. بس اعتقد انه مش في التسويق فقط يعني، اكيد الجانب طبعًا التكنولوجي طبعا في التصنيع بس نفسه. لصاحبات الحرف اليدويه تحديدا لا في التسويق طبعا زي ما قالت الاي كوميرس والاي ماركتنج كان مهم جدا. فبالتالي عشان ناخد الفئه دي ونلحق الناس اللي استك وعشان نقدر نعمل فيها الناس اللي تعطلت بسبب الجائحه او تعطلت بسبب البيع المباشر محتاجه دفعه بالتكنولوجي عندها حرف يدويه، خلاص قلنا احنا هنبدا في المرحله الاولى في الراوند الاولاني بصاحبات الحرفه اليدويه بكرايتيريا معينه. الناس اللي عندها حرفه يدويه مؤهله الى حد ما فوق المتوسط، عندها خبره بالانترنت، عندها منتج كويس ليه هويه مصريه، لان التريننج بتاعنا بيبقى حوالي شهر 12 محاضره اونلاين. فبالتالي لازم تكون عندها شويه معايير تأهلها انها تحضر اونلاين.
مبادئ حتى على الأقل. بيحصل طبعا فلتريشن اكتر من مره عشان نضمن انها تدخل وتستفاد وما تاخدش فرصه من فرص حد تاني. خد وتاك شعارها فرصه تغيري بكره. فاحنا بندي الفرصه للي يستحقها دلوقتي وبعدين نشوف اللي بعد واللي بعد واللي بعد. فاحنا حاليا احنا عندنا فئه الحمد لله يا رب، احنا يعني حضرتك يعني اكيد هتتابعوا على الانترنت، الحمد لله عملنا بصمه كويسه واثر ايجابي في قطاع الحرف اليدويه. صاحبات الحرف اليدويه قدروا ان هم يسوقوا شغلهم بره مصر الحمد لله، ومنهم مصدر. تفاجئي مثلا ان عندنا قصه نجاح حلوه قوي من شمال سيناء، بعد ما اخذت الكورس تفاجئنا انها تصدر السجاد بتاعها للسعوديه ما شاء الله.